اصحى سي بيتهوفن. يا بابا خير؟ انت جايلك نوم وابوك متهم بالسرقه؟ يا بابا اعمل ايه؟ انا نايم حرام. تنام ازاي وابوك حرامي؟ خلاص يا بابا روح سلم نفسك. انت بتهرج كمان؟ طب اعمل ايه يا بابا؟ انزل اقتلهم دلوقتي؟ يا ريت يا ابني تجيب لي حقي، ولا ناوي تهرب زي ما هربت في خناقه العربيه؟ وش عرفك يا ابويا؟ وش عرفك اللي جايب لك حقك؟ ما تشوف بس سيبنا ننام دلوقتي. انا مش حرامي يا تيمور. انا عارف بابا بتقول لي انا ده ابنك. تصبح على خير. انا مش حرامي يا ابني. والله يا بابا عايز انام، عايز انام. انا مش حرامي. مش حرامي. انا عايز انام اموت. تيمور انت نمت يا ابني؟ عايز حاجه يا بابا؟ كنت عاوز اقول لك انا مش حرامي. بس بقى يا بابا. لا بيت بشندي هو دوت. اخلص اخلص. اتفضل يا باشا. سيادته المدير حاتم الحاتم ابو حاتم. حاتم الحاتم ابو حاتم صاحب توكيلات الطيور المهاجره. هو اللي مأكلنا، هو اللي ملبسنا، هو اللي مقلعنا. حاتم الحاتم ابو حاتم. حاتم الحاتم ابو حاتم. هو فين؟ هو فين؟ هو فين؟ السلام عليكم. عليكم السلام. اطلع. اقول لك. قل لي. هدول مساكين؟ مساكين سيادتك. يلا طلع طلع. وزع. فرقوا مالي. فرقوا فرقوا. لا حول الله. بعدك شب ترى والله حزنت عليك. والله تأثرت لي. لحظة ابكي. الله يقول لي انت مشلول ولا رجولك منملة؟ لا اخويا مشلول وانت واقف على رجليك. خمسة. معك فلوس وعملت مرة وانا مش لاقي اللغة. خمسة. حرام عليك. اعطيله خمسة. حرام عليك. يا ابيض والله ما يستاهل يوم الدين. ترى ليش؟ لانك ما ربيته. انت ما ربيته. ما ربيته. اعطيله اعطيله. كم باقي معنا؟ 100,000 سنة. اعطيه. يلا يلا يلا. بقول لستك 100,000. يا اخي السؤال هذا المال حقك ولا حقي؟ حق سيادتك. اعطي. حاضر سيادتك. انا مالي. اطلع يا ابويا. انا شوف اول ما ريته دريت انه مشلول. ربنا يزيدك علم يا فندم. يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. انتوا بقى عايزين بشندي صح؟ ايوه بسرعه خلص يا حلو. اراك توزع من مال امك. عسل سيادتك. يا بنت الدوشه اللي بره دي. راجل غني قوي بره ومعاه حراسه ياما. ابعت ابعت يا اللي بتبعت. واداني 100 جنيه. فين هم يا بنت؟ ايدك. الله. ايه هو ده وقته؟ على رايك خليه يستنى بره شويه وما يدخلش على طول. امرك يا سيدي. قشطه. ما تغنفنيش. بقولك طلع تهوى الفلوس. عم راجل هو اللي بدهم لنا يا عم. بقولك طلع دول عهده. يا ابني تيلو خلصنا. يلا تعال عدي. سياده المدير حاتم الحاتم ابو حاتم يعني طيور المهاجره. اهلا اهلا. ما شاء الله تبارك الله. والله ساحر الاتموسفير حب كله السحر. والله مساك الله بالخير. اهلا اهلا وسهلا. اعطيله اعطيله. يا الف اهلا وسهلا. والله مسكين. ما معك ساعه؟ معي سموك. اعطي يا رجال. اهلا وسهلا. اهلا اهلا. ما معك سياره؟ معي سياره. اعطي. يا 300,000 اهلا وسهلا. ما عليك ما عليك. الشباب شباب تبعنا. خير يا باشا؟ ولو كان خير كنا جينا المكان النتن هذا. والله مو خير. اللي جالس قدامك 9 سنين ما نمت ما دقت طعم النوم. يبقى معمول لك عمل. وين الجديد يا شيرلوك هولمز انت؟ كل الناس قالوا لي ناس مسويين لك عمل. والشك دخل براسي. شكيت في اهلي يا رجال. اول امس جبت جوزتي قلت لها تعال انت اللي سويتي لي عمل. قالت لي والله قبل ما اكمل طقتها ماتت. اولادي اللي بذوره جوا لي صباح الخير يا بابا. قلت ما في صباح الخير. تعال يا حماده انت اللي سويت لي بابا عمل يا حماده. قال بابا ما كمل طقته وقع جنب امه. والله الشك جنني. وقفت في الشرفه ببص لقيت عفيفي في اخر الفله. عفيفي مين؟ السواق الصومالي حق اللاند كروزر تبعي. قلت تعال ايش فيك يا عفيفي خزيان؟ قال لي يا عمي انا اللي سويت لك العمل. وعملت له ايه؟ والله سمحته. ليه؟ صدق ما كذب علي ما كذب. قلت له يا عفيفي ايش سويته في العمل؟ قال لي يا عمي سوينا لك انك ما تنام ما تنام وجواك جن جن جواك. شوف تاج السيره يا لطيف. احنا حنفك لك العمل.
تدري يا وجه البرص انت لو ما طلعت الجن والله تقرسك بالنار هذه، ولو طلعته الخير جالك جالك والله. اول شيء طقم سنان لولي من سويسرا غير الهدايا واليخوتك ما تبغي قوم حضرتك عشان تنام. انام؟ والله هلكتني، تتبهلل علي انت يا الكلب؟ اقول لك ما نام تقول لي نام. خلاص مدد، قول مدد 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 سمو فروتي عصيدة عصيدة. يا ليت يا ليت يا ليت عندي عصيدة واربع صواني مرق مرق حتى يسيل العرق حتى يسيل العرق. ايش هذا؟ ايش هذا؟ لنبرنا يا امي لنبرنا. ايش هذا؟ ايش هذا؟ طراني اعمل بيبي دخان والله اسوي بوليوشن. اطلع وش طالع؟ اطلع قلتلك وش طالع؟ أنا العفريت سأتني يا حرامي. أنا مش خرامي شو حرامي؟ تسرق كل الناس. فاكر آخر مرة سرقت فيها؟ لو نفسهم من أوالي يا حرامي. أنا مش سرقتش حاجة. لا العودة 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 يا معلم. والله انا كان قلبي حاسس ان انت نصاب يا بقه. هو انت امال مين يا حبيبي؟ طيب يا سيدي مش خدتوا اللي انتوا عايزينه؟ سيبوني بقى في حالي. الحق الحق نسيبك انت اهبل، لازم منوال تعرف وحمدي والبوليس والدنيا كلها. لا ابو سيدك حمدي لا منوال انا باكل من عيش. خلاص يبقى نتفق زي ما قلت عليا لا يجوز ترجع تقول يجوز. ما ينفعش ما ينفعش اقول لا يجوز وارجع اقول يجوز. ده بقى خلاص انا هخدمك في الجوازه دي زي. ام نوال مستنيه الخلانوسه بفارغ الصاب. مين الخلانوسه دي؟ كبرتنا اللي هتوصل بعد اسبوعين وانا هظبطك عند الخلانوسه. بتقول ايه يا باشندي؟ ايوه يا هانم الخلانوسه وصلت عندي النهارده. خالتي نوسه وصلت؟ يا اخويا زغرت ده انا الفرحه مش سايعاني. دي اللي هتجيب التايه. كفايه يا باشندي يا اخوي لحسن انا جسمي بيتنفض. خلاص هنستناكي النهارده. حاضر يا اخوي اجيلها النهارده انا ورايا حاجه. بالسلامه بالسلامه بالسلامه. هتوه اسمع يا عم زفت انت اللي اقوله شرط اخره ايه؟ نور. لا ضلمه 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 على اليخون. كلمه تطلع كده كلمه كده تعال اوريك هنعمل فيك ايه. انا لفوا لفوا حرام. انتي مصدقي ماما ان خالتي نوسه دي هتجيب لك العقد؟ خشي برجلك اليمين. خشي في اي حته بخش برجلي اليمين اساسا. الارض احفظي بعينيكي منوره يا هانم. هي فين؟ انا مشتاقه مستنياكي جوه. اتفضلوا. دي طايرة يا ولا. يا رأي يا خالتي انت بتصدقي في الكلام ده؟ اسكتي يا ولا. يلا تكل انت على الله. يلا ما تنساش تيجي الساعة 6 عشان راح الجيم. سلام. لا 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 هتنساعيني هرجو عليك المية. ايوه انزين روحوا له انتوا الاثنين، هو في الحمام بيستحمى دلوقتي. قولوا منه الصابونة انت حتة اخوك حتة. وقفلوا عليه لحد ما يموت. اهلا. السلام عليكم يا ستي. وعليكم السلام ورحمه الله. قطة. اهلا اهلا اهلا. الريحه اللي دخلت المكان دي في حاجه عاوز. الواد ده مين؟ الواد ده حمدي ابن اخت. حمدي ابن اخت بتعرفيه؟ ها ها ده برسامجي مدمن مخدرات. وصايع كمان. ايوه رانيا مصرف بتاعت العجمه تعرفها؟ ايوه ده صايع ده صايع. طلعوه بره بره
ورا ليه يا ست؟ انا عملت حاجه؟ الواد عليه مارد ونوع وحش بيتبرز في المكان. بالك انت لو اتبرز في المكان هنغرق كلنا ومش هنلاقي حد يلحقنا. انا عارفه انا عارفه. يا واد بتقول عليك مارد بيتبرز اخره؟ ماشي يا خالته اما اشوف اخرتها. اخرتها عطينا عليك يا حبيب. ايه موضوع الوليه دي يا باشندي؟ نصبه زيك ولا ايه؟ لا يا استاذ حمدي ده بجد، دي وليه مبروكه. انا هعرف اذا كانت مبروكه ولا الله يبارك فيك. اللي عليها حضروا. مالك يا خالتي نوسه؟ اصل عامله التليفونات كلها على الفايبريشن، اما بيرنوا مع بعض بيبهدلوني. الو؟ ايوه يا مدام سوكار. واحنا اللي نقوله نعيده؟ قلت لك خلاص جوزك ده هبهدلهولك، صدق بالله هجيب له تبول لا ارادي. يبقى قاعد كده لا ارادي يتبول قدام الناس. كيس دعوه بس انت ساعديني، هاتي لي حاجه من قطره. يا ست انت فانيلة اوسر اب، ايه ده كان زمان في الفلاحين الكلام ده. انا عايزه حته من ودنه، تقطع الحته اللي من تحت الطريه دي اللي تحت القرقوسه. ايوه وانت خارجه تضربيه بالسكينه ببطنه، الدم بيعمل معانا سوق. ايوه لا لا ده انت اختي. طب يا حبيبتي بالسلام بالسلام. قطعوا النسوان ودوستهم. ازيك يا بنت سعاد؟ ما شاء الله ما شاء الله. ازيك يا نوال؟ عرفتي يا سمينة ازاي؟ انا مش ساحره ولا انت جاي يا عمر افندي؟ عايزه تحس ان انا ساحره ازاي؟ نازله لكم السقف وعامله لكم نار. انزلي 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 انزلي. ايه اطلع لكم روحي اكلمكم عشان تصدقوا؟ ازيك يا بنت؟ الحمد لله. عارفه انت جايه ليه؟ طب احنا جايين ليه؟ عشان العقد الفالسو. لا مش فالسو. لا الجديد اللي ما تعرفوش انه فالسو. طب هو فين؟ في الحفظ والصون. مايكل. يس. الو وريز عقد. عقدك ده؟ نو ات از نوت. يا ولية اتأكدي. لا يا ستي مش عقدي. امسك. انا قايله لك انت مش نافع معايا ومش هتكمل معايا، بس شوف خلقتك هنا تاني. كم هير كم هير. في داهيه اصل ده خواجه طاري. بص العفاريت البيضة زي الفراخ البيضة بس فاس جامده. انا دلوقتي هجيب لك اصل الشغلانه، شغال معايا بقاله 35 سنه. جامايكا. منو يا ماما؟ حظك حلو صاحي. جامايكا. منو يا ماما؟ بس يا بنت بس خلاص، هم جايين ليه يا اختي؟ ده في 40 واحد هيجوا دلوقتي هتعبيبي ايه؟ جامايكا. منو يا ماما؟ تعالى تعالى. وين فين العقد؟ منو يا ماما؟ عقدك ده؟ ايوه عقدي يا اخويا. جدع يا جامايكا. منو يا ماما؟ دقيقة واحدة تاكل؟ منو يا ماما؟ بيموت في الجبنة النستو بيحبها حب. معاك حد؟ منو يا ماما؟ طب خد فرقوا على بعضيكم. منو يا ماما؟ سلامة. منو يا ماما؟ أصل هم لغتهم كلمة واحدة فتلاقيها بتتكرر كتير. عشان تسمعي كلام أمي. مين اللي كان سارقه يا خالتي؟ انجوي جنب ماما. مين اللي كان سارقه؟ لا اسمع ما اقولك، انا اللي ستره ربه ما فضحوش، بس انتوا عشان حبايبي انا هعمل لكم اوبشن. بص انتوا تقولوا الاسم اللي انتوا ساكنين فيه، لو هو اللي سارقه راسي هتعمل كده، لو مش هو اللي سارقه راسي هتعمل كده. يلا قولوا الاسم. تيمور. ايه ده بقى ان شاء الله؟ زعلانه ومقهوره كده، زعلانه ومتنكده، لانك اول ما قلت الاسم شفت واد طاهر نقي نبي من عيله وعيله حلوه كمان، ابوه زعبلاوي وببلاوي. ايوه ببلاوي ابوه. شايفاهم قدامهم؟ ابوه بيقيس حاجه طول النهار، بيشتغل في المساحه. ترزي حريمي. ايوه يعني بيقيس يعني. لا ناس محترمه قوي يا سعاد، ما يعملوش كده. لا 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 ربنا يخليكي. خدي يا اختي فضله خيرك حاجه كده على قد ما اقصد. ايه وليه ده؟ ما عندكيش نظر وانا محتاجه فلوسك؟ مش شايفه كام خويسه وخاتم في الخنصر وخاتم في البنسه؟ بلاش دول، قفط الموبايلات دي كلها مش عاجباكي غير اللي في الساحن جوه؟ يلا يا حبيبتي هاتي بيهم ترمس. ربنا يخليكي يا يلا. جامايكا. الو يا ماما. طب كويس انا بطمن عليك احسن، قالوا لي في مطر في اثيوبيا. الو. الو. ايوه مين؟ انا نوال يا عم. نوال؟ اظن يا نوال بعد اللي حصل افضل انك تبعدي عن ابني يا نوال. يا عمي ده كان سوء تفاهم وخلاص، احنا جبنا العقد. ومين اللي جابه؟ واحده اسمها الخاله نوسه. وخارج كامل وليه دي؟ ما خدتش ولا مليم، دي ست واصله قوي وقالت ان تيمور بريء. يا عم خلص بقى كرهتني في وشي. يا ابني النحت ده بيبين روح الشخصيه، وانت وشك فيه حاجات كتيره جدا لازم تبان. تبان ايه ونيله ايه؟ انا هيقوم عليا انا ما فطرتش.
وبعدين انا بكره التماثيل بذمتك انا قلت لك اعمل لي تمثال كلها 5 ساعات واخلص.